سيداتي يا نساتي سادتي، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور النفس وسيئات الأعمال. ومن يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ولقد اتجهنا إلى روضة علم فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، نتلمس من دوحته سادا روحيا يعيننا على بلوغ مرضات الله في ديننا ودنيانا. ونسهل لقاءنا الأول بتحية عطرة إلى فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. أهلا بفضلتك. مرحبا بكم يا سيد الفاضل. كنا عايزين نعرف من فضلتك ما المراد بقوله تعالى مخلصين له الدين حنفاء، ومتى يكون الإخلاص علامة تميز صاحبه عن غيره؟ وهل الأمر بالعبادة غير الأمر بإيتاء الزكاة والصلاة؟ بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فلا يحدد معنى الإخلاص إلا الحق سبحانه وتعالى، فيقول فيه الإخلاص سر من أسراره، أودعته قلب من أحببت من عبادي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. فعمل رفعه الله عن مرتبة كتابة الملك، وأيضا لم يجعل للشيطان عليه مدخل. يبقى أمر يتعلق بالله وبالعبد ذاته بلا واسطة، حتى في الكتب لا واسطة. فيبقى ما هو معنى الإخلاص؟ يبقى معنى الإخلاص أن تكون كل حركة النفس الإنسانية مرادا بها وجه الله تعالى، لأنه لو كان مراد بها غير وجه الله تعالى يبقى ده رياء ووضع الشيء في غير موضعه. لأن الإنسان لا يخلص عمله إلا لمن يغلي أجره، والبشر مثلنا لا يقدرون على أجر هذا، إنما يقدر عليه الحق سبحانه وتعالى. فيبقى الإخلاص ألا تشوب أي حركة للإنسان، أي داعي غير الحق سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك، عرف ذلك مع الناس وفي غيب عن الناس، حينما لا يكون مع الناس يكون مع الله، لأن الذي يعمل من أجل العباد لا يعمل إلا لعين العباد، فإن غفلت عنه العين يبقى ما يعملش حاجة. لكن الذي يعمل لله سبحانه وتعالى وهو يعلم سره ونجواه وظاهره وباطنه، يبقى هو ده اللي يدري الأجر. ولذلك ربنا علم رسله أن يقولوا للمرسل إليهم لا أسألكم عليه أجرا، لأن عملي أنا أغلى من أنكم تقيموه، إنما يقيمه من عملت له. وما دام هو اللي هيقيمه من عملت له، يبقى لازم لا أتجه في عملي إلا إلى الحق سبحانه وتعالى. ومخلصين له الدين، والدين هو القواعد التي وضعها لصيانة النفس الإنسانية، صيانتها في الحياة المادية وصيانتها في الحياة الأخرى، لأنه هو صانع الصنعة، وصانع الصنعة هو الذي يحدد غايتها أولا، وبعد ذلك يرسم لها طريقا، هذا الطريق افعل ولا تفعل ليؤدي مهمته كما ينبغي. فإن فعل ذلك في كل حركة من حركاته يبقى ثبت له الإخلاص. نعم. الإخلاص، كنت عايز استفسر على نقطة الإخلاص. نعم. لو كان أو الإخلاص للعمل أمامه أجر، ليه؟ أمامه أجر بشري. أيوه نعم، يعني ده الأجر البشري، ده غير أجر ربنا. لأجل أجر البشر أجر فان وأجر لا بقاء له إلا بقاء الدنيا، وأنا عايز العمل بتاعي يبقى مثمر عشان يديني حاجة تانية
لأن نعمة الإنسان بأي عمل في الدنيا منتهية، إما أن أفوتها وإما أن تفوتني، وأما في الآخرة فلا تفوتني ولا أفوتها. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، نعم، إلى آخر الآية. ولعايزين نعرف سبب نزول هذه الآية. أيوه، حين يطلب الله منا أننا في القرابين لما نروح العمرة نعمل دم عمرة، دم تمتع، دم كفارة، وندبح. طبعا الفدو بالدم ده مأمول من أيام إسماعيل وإبراهيم، لما رأى إبراهيم إنه بيذبح ولده رؤيا، وبعدين حب يطبقها، ما حبش يطبقها بدون أن يعلم ولده، لأن ما أعلمش ولده ساعة ما ياخده ويعمل عليه السكين ويقول أبويا انجن ده ولا إيه. فقال له يا ابني أنا حولك على الموضوع الأول، أنا بعيد في المهام إنني أذبحك. قال له يا أبا تفعل ما تؤمر، مش ما تريد، افعل ما تؤمر. فلما أسلم الاثنين أسلم وتله للجبين وناديناه أن شوف يا عمي التعبير القرآني. طب فلما أسلم شرط ترتب عليه أن ربنا نداله إلا ارفع إيدك وحنفديه، يبقى فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم، إنما فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم يدل على أن النداء كان مصاحبا للعملية، مش بعده، مصاحب للعملية. افديه بذبح عظيم، ومش بس هفديه وهجيب لك اخ تاني، ومش بس كده هجيب من وراء الاخ اخ تاني، من وراء اسحاق ايه يعقوب، وهعمله انبياء. فتسليم واحد لله في امر من اموره اعقبه ذلك الايه، اعقبه ذلك الايه، ذلك الخير. يبقى اللي انت بتساله ايه بقى، عايز اعرف المراد من قوله ولا دماء. فاذا لما جاب الكبش وذبحه، هل هو يعني الدم ده هينفع حاجه عنده؟ ابدا، ده ربنا عايز التقوى في الامتثال بس. وما دام المساله كانت ازهاق روح انسان، ربنا لطف بها وخلها ازهاق روح حيوان. الفداء. فمش لا ينال، لكن يناله التقوى في الامتثال بالامر، وان صعب الامر في ان يذبح الانسان ولده. ولذلك يقول سيدنا ابراهيم عمل في العالم كله جميل، بتسليم الواحد عمل جميل، لان كان من الممكن ان يتقرب الانسان لربه بان يذبح ولده، ما عادش دي، ما عادش دي. نعم. الزهد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، نعم، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون إن دار الدنيا دي إلى فناء وحتنتهي، والحياة الحق اللي هيش حياة بس ده حيوان أكبر، هي دي الحق. فلو أنهم آثروا آخرتهم على دنياهم ما كانش يحصل لهم. يبقى إيه نشوف، ولذلك إيه استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ده هم أحياء، إيه ما يحييكم الحياة الإيه الأبدية الخالدة التي لا تتركون فيها النعيم ولا يترككم فيها الإيه، لا ولا يترككم فيها النعيم. والحياة الدنيا لعب، في الآيات كل آيات القرآن لعب ولا إلا هذه لهو وإيه لهو ولعب. إيه الفرق بين اللهو واللعب؟ اللعب هو شغل الإنسان ما لا يجدي قطع للوقت، زي لعب الأطفال يعني، مش مكلف يلعب أي حاجة. إنما اللهو أن تلعب هذا اللعب وتشغل عن واجب. دوك الولد الطفل ما عندوش واجب لسه، ما تلهاش يبلع. باللعب. نعم. معنى الزهد، معنى الزهد الايه، الزهد، الزهد ان تملك وتعيف، مش الا تملك. لا يقال زاهد الا اذا ملك وعف،
يعني عنده خير كتير وبعدين قاعد ياكل لقمه بجبنه ومش عارف ايه والباقي يديه للناس. يملك ويعف. المحافظة على السنة وآدابها. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. صدق الله العظيم. سيداتي وسادتي، في نهاية هذه الرحلة الإيمانية نتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، على أمل أن يتجدد اللقاء مرة أخرى إن شاء الله. وحتى ذلك حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.